تحياتي لكم. ما هي فوائد المشي في يوميا؟ أول فائدة إنه بنتعرض للتنزه وبنغير جو وبنخفف الضغط النفسي اللي موجود على أعصابنا وبننشط الدورة الدموية وبنمنع التجلطات والتخثرات وبنقوي أعصابنا. المشي أول شغلة حيعمل عملية انقباضات وتحريك للعضلات في كل أنحاء الجسم، سواء في العمود الفقري في الرجلين، وأهم هاي العضلات اللي بتتحرك مع عملية المشي اللي هي عضلات الفخذ وعضلات الرجلين السفلية تحت مفصل الركبة، عضلات السمانة. عضلات السمانة إذا بتلاحظوا حجمها وشكلها كمضخة، مضخة لأنها هي مضخة تساعد القلب على عملية تخفيف ضغط الدم، لأنها بتضخ من الأسفل للأعلى. أي واحد عنده مشاكل ضعف في عضلات القلب، ضعف في الدم، بنصحه دائما امشي 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 لهي الخاصية بالذات. والعضلات بتشكل تقريبا 40% من حجم من جسمنا، يعني هي المضخات الرئيسية للأكسجين، هي المضخات الرئيسية اللي بدها تساعد القلب، هي المضخات الرئيسية اللي بدها تحرق السعرات الحرارية والطاقة الزائدة اللي موجودة عندنا اللي نخسر منها الشحوم ونخف ونخسر منها الوزن. المشي، المشي ينصح فيه طبعا أقل شيء 3 مرات في الأسبوع بمقدار 30 دقيقة ينصح فيه كمينيمو، بس كأي واحد ممكن نص ساعة في اليوم، الفترة الصباحية أو الفترة المسائية هن الفترات الأساسيات للمشي. الفترة الصباحية بتكون أفضل لتخفيف إمكانية حصول التجلطات، وسواء تجلطات الساق أو تجلطات اللي بتصير في الشرايين التاجية يعني أو الجلطات الدماغية. المشي لحاله 50% وقاية من هذه التجلطات، لأنه مستحيل أنا أحط جري وأصير أمشي وأخطي بدون تفعيل قوي للجهاز الدوري، هاي التمارين للجهاز الدوري. في هاي الحالة الشرايين حتتوسع، الجهاز العصبي حيفرز نيتريك أوكسيد أكثر في داخل الشرايين، هذا النيتريك أوكسيد بيوسع الشرايين ويفتحها اللي هو يفرز داخليا داخل جدران الشرايين، فهذا يفرز بشكل كبير عن طريق الحركة، عن طريق التمارين، عن طريق الرياضة. الرياضيين بلزمهم الحركات البسيطة هاي كالمشي كتخفيف من التعب الجهد البدني بعد التمرين، لازم نمشي لازم نتحرك. الفترة الصباحية الفترة المسائية أشعة الشمس تكون فيها مقبولة وكويسة لعملية المشي، يعني نتعرض كمان لأشعة شمس فيها فيتامين، فيها أشعة تحت الحمراء، هاي الأشعة اللي هي مضادات الأكسدة رقم واحد. لما نمشي بنحمى، بنصنع طاقة، بنحرك طاقة أكثر. لما نمشي، فوائد المشي للجهاز الهضمي. كثير من الناس وخصوصا بعد الأربعين بيعانوا من مشاكل الإمساك وتلبكات الأمعاء والبواسير واحتقان الأوردة في داخل الجهاز الهضمي. أنا لما أمشي أنا بحرك كل عضلات الخارجية والداخلية، الخارجية اللي هي عضلات البطن، عضلات الظهر، بحرك الأمعاء، عندي 9 متر من الأمعاء أو 7 متر، يعني كل طول الجهاز الهضمي لما نحكي 9 متر لسبعة متر يعني طول كبير، فهذا الطول والأمعاء الدقيقة والكولون بده حركة، الحركة بتنشط الجهاز الهضمي. هلأ الحركة قبل الأكل ولا بعد الأكل؟ قبل الأكل بقدر أتحرك، بجهز الجهاز الهضمي لعملية حرك أسرع وسرعة أفضل في الحركة في الهضم. بعد الأكل بنص ساعة ممنوع أعمل أي حركات رياضة أو أطلع أمشي أو أتحرك، إلا إذا كان عندي
مشكلة إمساك ومغص، في هاي الحالة بكون بتحرك شوية هذا بخفف الوجع، بس بالشكل الطبيعي 30 دقيقة بعد الأكل لازم أتحرك. قبل الأكل بعد الأكل بدي طاقة، وكل الدورة الدموية يعني توزيع الدورة الدموية في الجسم بيختلف. لما أنا أكون أمشي بيكون واصل الجهاز الهضمي 5% تقريبا من الدورة الدموية. في الوضع الطبيعي لما أنا آكل شيء لازم يوصل الجهاز الهضمي تقريبا 25-30% من الدم اللي موجود في الجسم. المشي باخذ كمية الدورة الدموية اللي في الجهاز الهضمي بوديها للعضلات، يعني بنخسر على حساب ضخ كمية أكبر لكل عضلات الجسم. ففي هاي الحالة أنا ما بقدر أمشي وآكل، ما بقدر أتناول الأكل وأنا واقف، ممنوع. يعني وأنا واقف أو وأنا ماشي في عندي الجهاز العصبي السمبثاوي هو اللي شغال، الجهاز اللي بيشغل الجهاز الهضمي اللي هو الجار سمبثاوي، وهذول الجهازين مستحيل يشتغلوا مع بعض. يا بمشي أو بوقف، وأنا واقف في عندي جهد بدني، أو بقعد وباكل، يا هيك يا هيك، فيش فيها على الجهتين. نفس الشيء التبول والوقوف جهاز سمبثاوي، كيف أنا بدي أتبول وأنا واقف وأنا مشغل الجهاز السمبثاوي؟ لازم أقعد وأريح حالي بشغل الجهاز الجار سمبثاوي، ساعتها ممكن أعمل هاي العمليات الحيوية. طبعا شايفين بمشي جهاز التنفس بيتنفس بيزيد سرعته. ميديوم دبل يا ريدي طبعا فنجان قهوة قبل المشي أو بعد المشي بيساعد على حركة الطاقة وبرفع الضغط شوية وبرفع التدفق الدم وبحرك السعرات الحرارية بشكل أفضل. فالقهوة كويسة ناخدها قبل التمرين أو قبل الجهد البدني أو بعد الجهد البدني، على كل الجهات بيساعدنا إنه نسترخي وإنه ناخد طاقة أكتر. يعني هاي كمان المشي حيعمل على عملية استرخاء، يعني استرخاء نفسي، لأنه حيحرق الكورتيزول المرتفع وهيعمل على إفراز سيروتونين هرمون النشاط هرمون السعادة، يعني حيخفف الضغط. فالمشي في بدايته بيرفع الضغط اللي هي شيء طبيعي، بس بعدين بيعدي الموضوع ارتفاع الضغط، لأنه بيكون في طاقة نقدر نأخذها، يعني بنستغل الطاقة هذه وبنحرقها على السريع. طبعا هاي كل الكتب موجودة وأي واحد ممكن يطلبها عن صفحة الويب سايت تاعنا، ثمنها الأربع كتب مع بعض هلا العرض اللي عارضينه $99 أمريكي شامل التوصيل لأي بلد في العالم، وأن كنت في الصومال ولا في أستراليا، من كندا لأي منطقة بسعر شامل التوصيل، وممكن كمان تشوفوه على الأمازون. جينا نجهز لكم مفاجأة، هيك زيت خاص
وحنفرجيكم اياه بس نخلصه، بس نعصره ونجهز الوصفه بنعرضها عليكم ان شاء الله كمان شوي. تابعونا، سلامات.